السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله حيا الله وبركاته. دكتور. حياك. يتجدد اللقاء من خلال هذه السلسلة، يعني لازلنا نفكك بعض المصطلحات العالقة، بعض القضايا يعني التي يحتاجها المسلم يعني لفهمها بشكل أكبر وفهم حيثياتها، لماذا يعني دخلت يعني في الإسلام بهذا الشكل، ما الذي يراد من وراء ذلك، واش هي غير أمور عادية كعابرة ما كاينش مشكل، أو لا هي أمور تهدد فعلا استقرار المؤمن، تهدد الإسلام، تهدد الأخلاق. هذه القضايا تحيلنا على النظام الليبرالي، النظام الليبرالي الذي يعني تحول إلى أخطبوط الآن، يسري في جسد هذه الأمة، يسري في الحياة الخاصة والعامة للمجتمع المسلم. كاين ناس بزاف اللي غيقول لك فين كاين المشكل، يعني حرية نظام فردية. سياسي، حرية فردية. واش هي القضية هكا، أو لا داك الشيء أكبر مما نتصور؟ بارك الله فيك. من بعد يعني طبعا من وقفوا على التعريف وكذا. هو فعلا يعني مزيان اللي ترتيل القضية ديال التعريف، لأنه الحكم على الشيء مبني على التصور. صحيح. فالتعريف ديال الحرية من ناحية نظرية هو أن يعني إنسان أنه يستطيع يدير أي شيء يريد. تعريف الحرية من ناحية المجتمعية لأن ما كنعيشوش بوحدنا، هو أن الإنسان يستطيع أنه يمارس أي شيء لا يضر بالآخر. عاودينا في القيود. ربما إلى رجعنا لنيتش يقول لك اكتساب هذه الحرية للإبداعات الجديدة بالتخلي عن يعني الأشياء التي فرضت من قرون أو من آلاف السنوات، نعم. لي كوموندمون ميلينير، يعني المعطيات أو الأشياء التي يلزمها المجتمع على الفرد. إذا رجعنا لكانت كيقول لك يعني الحرية هي أن لا أقبل بأي قانون خارجي لم أعطي يعني مسبقا، نعم. لم أعطيه مسبقا الضوء الأخضر، نعم. وهذا ربما يمر من العقد المجتمعي. في حقيقة الأمر ملي كنشوفوا الحرية كمفهوم كتصور وكتطبيق، كيبداو الفوارق كيتجلاو. هاد القانون الخارجي كيفاش كيتوضع؟ وإلا هاد القانون الخارجي كان الضابطة ديالو الأغلبية وكان كيخالف الحرية الأقلية، شنو غنعملو؟ فكنوليو ندخلو في مساومات، نعم. فكنخرجو من إطار الحرية المطلقة وكنوليو في واحد الحرية فيها مساومات، أخذ وعطاء وكذا وكذا. يعني أننا إذا تأملنا نجد أن الأصل الذي جاءوا به في الأول ما كي في النتيجة ما كيكونش هو نفسه. لا مستحيل مستحيل، لأن مجرد وجود يعني شخصان في مكان، واحد يريد الأمر ألف والثاني يريد الأمر باء، صافي ما يمكنش تكون الحرية، خصوصا إذا كان ألف متعارض مع باء، واحد يريد زيادة في الضرائب واحد يريد نقص في الضرائب. صحيح. قضية النظام الليبرالي والحريات الفردية طبعا لها أصول كغيرها يعني من الأنظمة المنتشرة الآن. ما هي أصولها؟ من ماذا جاءت؟ ويعني والأعمدة التي يبنى عليها هذا النظام إذا صح التعبير. حقيقة حنا كنسمعوا بزاف هذا النقاش ديال الحرية الفردية والحرية والليبرالية، المصطلح الليبرالية كنسمعوه أقل، يعني ملي كتخرج من الحرية الفردية أكثر. إيه فعلا ملي كتخرج من الأوساط المثقفة عموما كنسمعوا الحرية الفردية. صحيح. فهذه الحرية الفردية حقيقة هي مبنية على فلسفة ليبرالية، بمعنى الإنسان حر في ممارسة أي شيء يعني يريده. و نقدروا نرجعوا مثلا لادم سميث اللي كيقول ان
الشهوات الفردية أو الإرادات الفردية هي التي تعطينا سيرة جيدة للمجتمع أو سير جيد للمجتمع، هي التي تعطينا مجتمع سليم. بمعنى يجب أن نقبل هذه الحريات الفردية وهذه الشهوات الفردية وهذه يعني الإرادات الفردية، باش ممكن أننا نوصلوا للمجتمع ومجموعها غيعطينا واحد المجتمع سليم. لكن ملي كتجي تدقق في المفهوم من الناحية الفلسفية الحرية، لماذا نصير إلى مجتمع ليبرالي؟ خصنا نشوفوا السياق التاريخي. شنو هو السياق التاريخي؟ السياق التاريخي هو واحد الصراع اللي كان بين الكنيسة وبين العلم وبين المفكرين وبين الفلاسفة وحتى المجتمع. فكانت الكنيسة كتفرض واحد التدين معين وتقتل وتحرق وتحاكم وتذبح من يخالف يعني ذلك التدين، وتعطي صكوك الغفران والأراضي في الجنة لمن يتبع ذلك التدين. يعني مبالغات وانحرافات كنسية. فجاء العقل الغربي لينتفض ويقول إن كان هذا هو الدين الإلهي فلا نقبل هذا الدين الإلهي. ولذلك الكثير من المفكرين خرجوا إما لنوع من الربوبية مثل فولتير أو نوع من الإلحاد يعني مباشرة. فهذا الصراع أنتج الليبرالية. أنتج الليبرالية. عندنا طوائف كثيرة وعندنا تدينات كثيرة وعندنا نمط معين ديال التدين يضطهد ما يخالفه. فقالوا احنا قضيه الحق يعني قضيه الحق قضيه نسبيه، فاخر المطاف لا ندري من معه الحق، واكيد ماشي هذه الكنيسه اللي معها الحق نظرا لممارستها. فبما ان الحق يعني شيء نسبي ولا ندري من معه الحق، فلنترك يعني جميع الطوائف تعبر كما شاءت في الاطار الذي شاءت. فالليبرالية في حقيقة الأمر مبنية على نوع من الحياد تجاه الحق، وهذا الحياد تجاه الحق مبنية على نوع من الشك ومن الارتباك وعدم التموقع في الجانب العقدي. من الإنسان كيقول طيب هذو كلهم كيدعيوا الحق، فممكن الحق يكون مع أي واحدة أو ربما الحق معهم كلهم، فخلي كل واحد يمارس كما شاء. فهذه القضية ديال الحرية الفردية هي فعلا قضية مجتمعية فقهية، ولكنها الأصل ديالها عقدي مبني على نوع من الحياد تجاه أنواع الكفر المختلفة. بالرجوع دكتور للوراء بداية من هذا الخلاف الذي وقع بين الدولة والكنيسة، واش هناك أصول أخرى يعني قديمة، ولا بداية الأمر يعني انطلق من هذا الذي وقع يعني بين بين الكنيسة والنظام نظام الدولة؟ وربما القضية ديال الكنيسة قضية فعلا يعني هو التاريخ طويل من ناحية السياق التاريخي، لكن اليوم هناك سياق عصري. مثلا في المجتمعات عندنا واحد المعطى خطير اللي هو تأخر سن الزواج. نعم. الشاب والشابة يعني كيكون عندهم واحد الميولات ملي كيبلغوا، فالإطار الطبيعي هو الزواج. هو الزواج. لماذا؟ لأن الزواج يحفظ الحقوق ويحفظ ما يترتب عن تلك العلاقة، ويحفظ يعني صيانة المرأة وكرامة المرأة والرجل، وكذلك يحفظ يعني النسل ويحفظ الأطفال، يحافظ على الكليات كليات. فبما أن الزواج صارت فيه تقاليد، هنا غنرجعوا لذاك التقاليد اللي كيتخلطوا مع الدين. قضية اللي تكلمنا عليها في الحلقة هذا هو. يعني قضية المهور الباهظة وقضية الشروط المجحفة التي توضع سواء للزوج أو للزوجة. وقضية يعني الناس تظن أن الدراسة والزواج لا يمكن أن يلتقيا، خصها تسالي الدراسة وخصها تسالي خصو يسالي الدراسة قبل ما يتزوج. يعني هذه الأفكار كلها ما كنلقاوش أنها جات هكاك. لا ضروري عندها واحد الأصل معين. طبعا هذه الأفكار هذه هي مجتمعية فعلا. نعم. لكن
عندنا منظمات صح كما تكلمنا على هذا الشيء من قبل، تشتغل معاهم. عندنا منظمات يعني كتمول واحد النوع من الفكر، وعندنا افكار تروج من الناحيه العالميه اللي كتقول ان مثلا سن الرشد هو 18 عام. انا كنعرف ناس عندهم 30 عام مازال ما وصلوا للرشد. ف خصهم شي 20 عام اخرى. مشكله يعني مشكل كبير. او كتقدر تلقى ناس عندهم 13 14 عام عندهم واحد الدقه والرشد اللي ما عندش واحد عنده 25 عام ولا 30 عام، اللي خصو يكون محجور عليه، مبذر مسرف، الدرهم اللي طاح في جيبه كيخرج منه جوج كيخسرهم. فقضيه الرشد ملي جعلوها 18 عام هذا واحد الشيء يعني جعل ان جميع الرغبات اللي هي قبل من 18 عام لا يمكن ان تلبى الا في اطار العلاقات الزنائيه. فهذه العلاقات هذه لماذا؟ لان كاين واحد نموذج يسوق له في الافلام وفي التصور المثالي للمرأة الحرة والشاب يعني الذي له علاقات متعددة خارج إطار الزواج ناجح مقارنة مع الشباب الآخرين. فهذه الأفكار الخطيرة الهدامة للمجتمع تسوق وحنا كنستهلكوها في البرامج والأفكار إلى غير ذلك. فهذه المسائل كلها كتجعل طيب هذا الشاب كيكبر في واحد السكيزوفرينيا، كتعطيه واحد الافلام، واحد البرامج، واحد الروايات، واحد القصص، واحد النماذج، واحد اللي كلها تدعو الى الزنا. وكتجي من بعد تقول له لا ما يمكنش. والحل اللي هو في الحلال الزواج كتصاحبوا عليه، يعني تقيد او تضيق مداخل الحلال وتوسع مخارج الحرام. كيفاش بغيتي هذا الشاب ولا الشابه في الاخر ما يقولكش بغيت الحريه الفرديه؟ صحيح. صعب. فالضغط الخارجي والانحرافات الداخلية جعلت من هذه المطالب يعني أشياء تفهم في سياقها وإن كانت يعني مخالفة للأحكام الإسلام. صحيح. يعني انطلاقا مما ذكرت يتبين أن يعني انتشار هذا الأمر بهذه السرعة، أولا لأنه لقى واحد الأرضية يعني خصبة، وما وهذه الأرضية الخصبة ما وجدتش دكتور غير هكاك يعني عادة، يعني الأمر بدأ شيئا فشيئا. بعض المنصات الآن اللي كتمهد لهذا الشيء هذا بحال منصة نتفليكس مثلا، كيفاش قدروا من خلال هذه المنصة أنهم ينشروا هذا الفكر هذا بشكل كبير جدا من خلال مشاهدات خيالية فعلا للشباب. فالشاب مباشره تيتشرب هاد يعني هاد الافكار وكيتشرب هاد الامور هذه، ثم يصل الى قضيه انه راه مثلا كما ذكرت سن الرشد وكذا، ان هاد الامر هاد الوقت هذا يعني ما يمكنش يعني يكون صالح للزواج، انه قبل منه راه الناس عايشه وفهمتيني وما كاينش مشكل ونديروا اللي بغينا. فتتسرب هذه الأفكار يعني بشكل تلقائي إلى جسد يعني الشباب، وكتعطي هذه النتائج اللي هي خطيرة جدا. من بعد قضية النتائج غادي نوصلوا لها إن شاء الله. هذه الأمور يعني حتى تكون خاتمة هذه الحلقة، يعني لا يراد منها إلهاء المجتمع وتغريره، واننا نخليو الناس يعني ينصرفون عما هو يعني اساسي ومطالب اللي هي فعلا مطالب شرعيه. فعلا الكثير من هذه الصراعات الفكريه بعضها كيدخل في ذاك الاطار اللي قلنا ديال دوني لوغ دو بان اي دو جو، عطاهم الخبز واللحم، حيث يعني إذا تركت يعني الشاب يتأمل أو المواطن أو الإنسان العادي يتأمل كيبدا يلقى اختلالات في المجتمع. وهنا كنستحضر واحد الشريط ديال واحد المخرج معروف في الولايات المتحدة، مخرج هوليود، كيقول لك إلا جلس الإنسان وبدا كيتأمل في الكون والمآلات ديالو والخلق ديالو والحياة بعد الموت سيكتئب، لأن هذه الحياة بلا معنى في منظوره. نعم. كيف يراه هو؟
فإذا يجب أن نلهيه بالأفلام إلى آخره. فكاين واحد له عن القضايا الحقيقية، سواء كانت قضايا فكرية حقيقية ديال المصير ديالي أنا كإنسان والدور ديالي في هذه الأرض، أو القضايا المجتمعية يعني أنا كمواطن والدور ديالي في الدولة والدور ديال الدولة تجاهي. هل يعني نحن في علاقة منسجمة أم يتم إقصائي من القضايا الكبرى اللي يجب أن تعالج في لحل إشكاليات المواطن؟ نعم هذا هو المقصود. فهنا يعني كاين واحد النوع من له إشغال، ولكن ما ننساوش أن كاين فكر، كاين حرب فكرية موازية، بمعنى بالموازاة مع الحرب الاقتصادية اللي كتكون ما بين الشركات وما بين الدول. نعم كاين حرب فكرية. لماذا؟ لأن اكتساب واحد الفكر كيسهل على المصدر ديال داك الفكر تصدير منتجاته. صحيح. وربما هذه المسألة نقدر نرجع لها لاحقا باش نشوفوا ما هي العلاقة ما بين هذه المطالبة ديال الحرية الفردية وما بين الرأسمالية العالمية. القضية إما مادية إما شهوة، في الأخير نرجع إلى هذا. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا. يعني كما هي العادة استفدنا. الحلقة المقبلة تتم، لأن الموضوع باقي فيه شوية ما يتقال، تتم لقضية الحرية الفردية. نتكلم إن شاء الله على خدمة هذا يعني النظام لقضية الرأسمالية، شنو العلاقة، شنو الترابط، شنو القاتل المشترك. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا، والسلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. كيف حالكم؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. إذن تتمة للموضوع الذي بدأناه في الحلقة الماضية على قضية الحرية الفردية الليبرالية، هذا النظام الذي يعني انتشر بشكل كبير جدا في المجتمع المسلم، أتمناه أبناء المسلمين، صاروا يتحدثون به بعلم أو بغير علم. وصولا إلى قضية يعني أننا من خلال ما يروج ندرك أن في هذا خدمة يعني أجندات معينة وإلهاء عن المشاكل التي يعيشها المجتمع. يعني ندير واحد الخلاصة لهذا الأمر باش نربطوه بما سبق. فعلا قضية النقاشات الساخنة التي تثار في المجتمع وتثير المجتمع، ملي كترجع لها كتلقى أن في بدايتها من أين تأتي؟ تصور أنك أنت عندك واحد الشركة كبيرة كتبيع منتوجات ديال اللباس مثلا. نعم. وعندك واحد السوق فيها مليار ديال الخلق، ولكن عندك واحد السوق ممكن ديال 7 مليار ديال الخلق. انت دابا خدام في واحد الاطار ديال واحد المليار ديال الخلق، كان بس 6 مليار ما كيشاطروكش الفكر ديالك الاستهلاكي والتغيري السائل، الفكر السائل. نعم. وتعرية اجساد. ف الى بغيتي دير الماركتينغ التسويق تما وتغير عقلية الناس، ياخذ لك وقت كبير جدا واموال طائلة. لكن الى استطعتي انك تجعل انهم يتصوروا ان النموذج ديالك هو ارقى نموذج، نرجعوا لابن خلدون. صحيح. داك لا شك انه غيكون الاتباع، الانجذاب. نعم. داك الانجذاب هو تسويق مجاني. إذا أنت ما عليك إلا أن تبني ثقافة قابلة للتصدير. نعم. وملهمة. نعم. ومن بعد الشركات ديالك غتدخل تلقى السوق مفتوح،
مثال آخر، تصور أنك عندك واحد الشركة كتسوق منتوجات غذائية، ساندويتش همبرجر مثلا. نعم. غتمشي لواحد الدول متعددة، اليابان، كمبوج، ماليزيا، تنزانيا، روسيا، بيرو، بوليفيا، كل مجتمع عنده الخصائص ديالو في الطعام، في التغذية. فباش تسوق انت المنتوجات ديالك خصك واحد المجهود كبير ديال التسويق. نعم. لكن الا صنعتي ديك الثقافه المنمطه استطاع دير ديك الغزو. صحيح. طبعا الوجبه الغذائيه ما كتقتضيش الليبراليه، ولكن اللباس يقتضي ذلك. نعم. المنتوجات ديال التجميل اللي جعل يعني اثاره النساء شيء عادي في المجتمع وشيء جاري به العمل تقتضي عدم الحجاب، نزع الحجاب. وبالتالي كنلقاو ان هذا الاعلام يد لمجموعات راس ماليه يعني كبيره كتسوق الفكر ديالها. لماذا؟ من اجل يعني الدفع بهذه الاسواق لجعل يعني الجسد واحد السلعه تباع وتشترى. داخل. نعم. تباع وتشترى، وكذلك يعني تكون واحد السلعه تعرض. نعم. تعرض وليكون اي سوق، لتكون اي رغبه، اي رغبه في الانسان، سواء كانت رغبه ديال الشذوذ الجنسي، ديال التمثيل، ديال التبرج، ديال الغناء، ديال السحر، ديال القمار، اي رغبه الا وهي سوق. نعم. اذا كانت اي رغبه سوق فاي سوق هو ربح محتمل طبعا. لكن الا جيتي انت بالشريعه ديالك وقلتي لا، هذا السوق ما يمكنلكش تدخلها، وهذا السوق ما يمكنلكش تدخلها، وهذا المنتوج ما يمكنلكش تبيعه، خصك تعمل في هذا الاطار وهذا الاطار وهذا الاطار، انت كتولي واحد الحاجز للسوق. اذا خلي السوق تعمل بليبراليه، هذه الليبراليه ديال السوق كتؤدي للمطالبه بالحريه الفرديه اللي هي داخله تحت منها. يعني هما مع بعضياتهم ما يمكنش يفرقوا بعضياتهم، لابد ان تشتغل هذه مع هذه. نعم. قضيه يعني انتشار هذا الفكر، لابد اننا عند التامل نجد ان يعني تمرير هذه المغالطات، تمرير هذه الانظمه يمر عبر قناه تربط يعني ولا يربطون من خلالها المجتمع بانظمتهم. ربما من بين هذا يعني صلات الربط او لا كيف يمررون هذه الافكار، ربما من بني جلد من بني جلدتنا حتى يعني من ربما من الدعاة بين قوسين اللي هما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يضللون الناس، يتكلمون بكلام الإسلام، يتكلمون بالقرآن ربما بالسنة، ولكن ما هم إلا أداة لإيصال هذه الأفكار الشاذة البعيدة كل البعد عن الإسلام. قليلا ما ستجدهم يتحدثون بالسنة، فالسنة ربما تأتي تبين ما أجمل في القرآن. صحيح. وهذا يزعجهم، ولذلك تراهم من أول ما يعني يلجأون إليه إسقاط السنة. صح. أو مهاجمة السنة، يعني اتباعا لخطوة على رأس البخاري ومسلم، اتباعا لخطوة المستشرقين الذين هم أداة للنصرانية. صح. بمعنى خصنا الليبرالية في المجتمع الإسلامي، خصنا يجب إسقاط هيبة الشريعة. نعم. الشريعة ركن الأصيل ديالها هو القرآن، والحائط ديالها هو السنة. نعم. وما أجمع عليه العلماء. نعم. إذا استطعت أنك تخترق هذا الجزء ديال خلاص يعني الحواجز. نعم. صافي، القرآن تقدر أنت تبدأ تتصرف فيه بواحد الطريقة اللي لم يقل بها أحد من العلماء، يعني تفسره بهواك. بهواك. نعم. إذا ملي كنوصلوا لهذا الشيء كنلقاو أن هذا اللي سميتو من بني جلدتنا راه مدعومين. مثلا ملي كتقرا تقرير راند 2007 يوصي بدعم بعض المفكرين العرب منهم شحرور مثلا، يعني كاين واحد التوصيات الدوليه. لماذا؟ لانه ديك الهيبه ديال الشريعه، ديك الهيبه ديال العلماء يجب اسقاطها. ناخذ واحد المثال في التاريخ، جدار برلين، جدار برلين الذي كان يفصل بين برلين الشرقيه وبرلين الغربيه. نعم. برلين الشيوعيه وبرلين الليبراليه. نعم. سقط في الأذهان قبل أن يسقط في الحقيقة، بمعنى استطاعت الثقافة الغربية إسقاط
الهيبة ديال الشيوعية، فصار إسقاط الجدار مسألة يعني بروتوكولية عادية بدأوا بها يعني عاد انتقلوا، لأنه فكريا سقط. فهذا هو المأمول بالنسبة للثقافة الإسلامية. لماذا يعني مثلا كتمشي للدول الإفريقية كتلقاهم كلهم تبنوا اللغة الفرنسية والعادات الغربية إلى غير ذلك، اللغة المحلية بقات يعني واحد الشأن بسيط. كتمشي لكثير من الدول كتلقاهم صافي الثقافة الغربية يعني الهوية سقطت، لكن بقى عندهم مشكل كبير مع العالم الإسلامي. صحيح. لماذا؟ لأنه يعني هناك سياج وهناك يعني حماية للأصول. صحيح. فللوصول لتغيير هذه الأصول خصنا نهدم هذا السياج. نعم. هدم هذا السياج يمر من الحرية الفردية. نعم. أنا أفعل ما أشاء وليس عليك إنكار ما أفعله. بعد ذلك يسهل يعني تمرير أي شيء بعدها. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأرسل الرسل لي يعني يخرج الإنسان من عبادة هواه وشهواته إلى عبادة رب الأرباب سبحانه وتعالى وتوحيده. منين كنجيو نتأملوا هذه الأمور هذه كلها كنلقاوها في الآخر توصلنا إلى عبادة الشهوات، وأن الإنسان يؤله الشهوة وتصير بالنسبة إليه هو الهدف الأسمى فعلا وسط كل هذه الأمور. هو ملي كنجيو نشوفوا هذه النتيجة اللي وصلت لها راه عندها واحد الأصل. نعم. الأصل ديالها هو أن في الفكر الليبرالي ما هو الهدف الأسمى؟ هو المنفعة. منفعة أي شهوة. نعم. الشيء الذي سينفعني أنا شخصيا كفرد، الذي اشتهيه أنا شخصيا، هو هدفي الأسمى. ما كاينش شي حاجة غير مادية. إذن احنا في الفلك في الإطار المادي. نعم. والهدف الأسمى هو الشهوة. نعم. بما أننا كان أعطيه المجال للنفس الأهواء أنها تعبر وتلقى المجال لأي شهوة بغت توصل لها، فحنا رجعنا بالنسبة لي 2500 سنة للوراء. كيف؟ اليونان كان عندهم سجالات ونقاشات فلسفية في نقاش ما هي سبل يعني السعادة. بعضهم كان يقول مثلا سبل السعادة هي الإنسان يضبط المشاعر دياله، بعضهم كان يقول سبل السعادة هي الحكمة الفلسفة، بعضهم كان يقول سبل السعادة هي الامتناع عن أي شهوة، بعضهم كان يقول سبيل السعادة هو الانغماس في الشهوة. وهذا المذهب الهيدوني لدونيزم. طبعا هذا المذهب كان أقلية. لماذا؟ لأن الحكماء أدركوا أن تلك الشهوات ما إن تنقضي من شهوة إلا وتخرج إلى شهوات أخرى، تنقضي شهوة إلا وتأتي وحدة مراها. ولذلك يقول شوبنهاور الحياة تتدحرج بين معاناة واكتئاب أو ملل، سوفرانس و أنوي. لماذا؟ معاناة للوصول إلى الشهوة، بعد ذلك الملل من ملل واكتئاب. ففي المنظور المادي الإلحادي يعني لا، ليس هناك يعني خروج من هذا الإطار. ولذلك الابتعاد عن الشهوات كيعطيك واحد المكانة، واحد السيطرة على النفس. المذهب الليبرالي هو رجوع 2500 سنة للوراء وفتح المجال للشهوات. يعني كنرجع لقضية أنه مسألة تحضر، وأننا إنما نريد بذلك أن يعيش الإنسان في حضارة، أن يعيش الإنسان في يعني أن يسير، ما عنده علاقة بالموضوع. بالعكس. إنما هو رجوع رجعية حقيقية. فعلا. ملي كتشوف المعصية والتحضر كتلقى أن الذنب لما اقترفه يعني سيدنا آدم عليه السلام، نعم، داز من الستر إلى عدم الستر. نعم صحيح. فاحنا اليوم كنرجعوا لعدم الستر. صحيح. الأصل المذنب للإنسان. نعم. ولذلك هاد القضية الحرية الفردية من تعليلات ديالهم أنهم كيقول لك لماذا لا نعيش في نفاق اجتماعي؟ إنسان ما دام إنسان كيسقط في واحد الذنب فما يناقضش نفسه. نعم. يعيش في واحد انسجام مع ذاته. نعم. ونقول هنا هذا نفاق مطلوب. هذا نفاق مطلوب أن ينافق الإنسان
المجتمع بخصوص ذنب وقع فيه في سريرته، هذا نفاق مطلوب. ليس كل نفاق مذموم، صح، ماشي هذا النفاق العقدي. نعم. فكيف؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافاة إلا المجاهرين؟ نعم. إذن الوقوع في الذنب حاجة، والمجاهرة بها شيء آخر. نعم. والليبرالية تدعو إلى المجاهرة بالذنب، وما كاينش مشكل تصالح مع راسك. ما كاينش مشكل تصالح مع راسك. نعم. لكن هما كيسقطوا في واحد الإطار ديال واحد الآية خطيرة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. نعم. عذاب أليم. فقضية الدعوة إلى الليبرالية هي إرادة إلى لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذا والعياذ بالله يعني شيء خطير. الإنسان يعني يتدبر هذا. نعم بارك الله فيك. إذا نظرنا إلى ما أسلفت من كونهم يعني أحيانا يقولون كلاما ويناقضونه في نفس السياق، هذا يوصلنا إلى قضية التناقض العجيب الصارخ الذي يعيشه أدعياء هذا الفكر. في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى نقف عند بعض المسائل متعلقة بهذا بهذه القضية، يعني قضية التناقضات الصارخة التي يعيشونها كما يعيشها أصحاب الفكر المنحرف الآخر، يعني سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن ذلك في في فيما بعد الحلقات المتعلقة بالليبرالية بإذن الله تعالى. شكر الله لك بارك الله دكتور، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. الله يحفظك. يتجدد اللقاء بكم من خلال الحديث على الحرية الفردية. يعني كبداية في الحلقات الماضية تحدثنا عن كثير ما يتعلق بهذه المسألة مهمة جدا، علاقتها بالليبرالية، القواسم المشتركة، يعني مآل هذه الأمور، إلى أن بلغنا إلى يعني مسألة التناقضات مثلها مثل غيرها من الأفكار المبتذلة، الأفكار يعني التي يروج لها لهدم الإسلام والقدح في ثوابته. فعلا هذه القضية ديال الحريات الفردية هي من الأفكار التي يعني تثار كثيرا، لكن الإنسان ما كيتعمقش فيها في الأصل ديالها ومنين جاية إلى ماذا يعني تصل. ملي كنجيو نتأملوا في الأصل ديالها كنلقاو فعلا تناقضات كثيرة. اولا ليس هناك يعني مجتمع بدون قيود، ضروري يعني ملي كنديروا المجتمع كيكون واحد الاطار واحد القوانين واحد القيود، فهنا كنطوقوا هاد المنظومه الليبراليه. وغنجيو للفكره ديال اذا من يضع هذا الاطار. الا قلنا الديمقراطيه فاذا هي الاغلبيه، لكن ملي كترجع للمفكرين الليبراليين مثل جون ستيوارت ميل، جيريمي بنتهام الى غيرهم، كيقول لك هذه الحقوق المطلقة اللي هي ديال الحرية لا يمكن أن تطوق حتى من طرف الأغلبية. نعم. فإذا كنوليو كنبداو نسقطوا في بعض التناقضات العضوية في الفكرة. نعم. ملي كنجيو للواقع، ملي كنجيو للواقع ديال الفلسفة المادية مثلا، الفلسفة المادية لا تعترف بشيء اسمه الحرية. الفكر المادي جبري، الإنسان مسير والأفكار هي بنات تفاعلات كيميائية، وتفاعلات كيميائية لها أسباب والأسباب ترجع إلى ما لا نهاية. ففي الإطار مثلا ديال الإلحاد ليس هناك شيء اسمه الحرية، فأصلا هناك تناقض في المنابع الفكرية ديالها. فالحرية هي فكر ديني، الحرية فكر ديني، لكن الموجة الإلحادية اللي كاينة الآن غدا فحال غدا بالموازاة لا تعترف بلوازمها. طيب نجيو مثلا للمجتمع المغربي، ملي كنشوفوا الاستفتاءات كنلقاو مثلا تقريبا 88% من الناس ضد رفع التجريم عن علاقات الزنا. فالمجتمع
هو واخا جميع الانحرافات ديالو كيبقى واحد المجتمع اللي عنده جذور، وربما هو في السريرة ديالو قد يقع في مخالفة تلك الأصول ديالو، لكن كيبقى معتز بالهوية ديالو. ما غاديش نقولوا كما كيروجوا هما انه مجتمع منافق، لانه كي يعني كتلقى انسان تمشي للجامع وفي نفس الوقت كيدير شي مسائل اللي هي لا، حنا كنقولوا انه الانسان له هويه، له محيط مثلا يعيش فيه، وان وقع فيما وقع فيه دائما كاين واحد الباب مفتوح للرجوع الى الله عز وجل. نعم تفضل. فهاد القضيه ديال التناقضات ندخلوا معها شي شويه في التفصيل، لماذا يعني المطالبه بالحريه الفرديه في الاطار ديال هذا المجتمع اللي هو ساير نحو الحداثه والماديه هو تناقض يعني في حد ذاته. اولا القضيه ديال الفلسفه الماديه كما قلنا هي قضيه لا تعترف الا بالماده، والماده هي مسبب، هي سبب ونتيجه، والسبب كذلك يرجع الى سبب، بالتالي الانسان هو نتيجه اسباب، وحتى الافكار ديالو هي نتيجه تفاعلات كيميائيه، فهو مسير. يعني الماديين الملاحده الماديين يقولون ان يعني الانسان مسير، ففكره الحريه هي وهم فقط، هي فقط وهم. وهاد الماديه هذه ملي كتجي تعمق فيها كتلقى انها بدات كتسيطر على المجتمعات من الجانب الاقتصادي، ولكن هذا الجانب الاقتصادي ما هو الا باب الجانب الفكري، هذا هو الخطر. هذا هو الخطر، يعني بدايه اقتصاديه فعلا. نعم، لكن النتيجه فاول فكري. تناقض الماديه هو تناقض فلسفي، اول تناقض الحريه هو تناقض فلسفي مع سياقها المادي. الماديه تقول الانسان مجبر، والحريه كتقول لك لا، الانسان ممكن ان يختار. هذه الاولى. المساله الثانيه ملي كناخذوا السياق الاوروبي مثلا، لو كان يعني هذا المجتمع اللي هو النموذج ديالهم هذو اللي كيناديو بالحريه وكذا والحداثة، لو كان يعني مجتمع فيه واحد الحريه للممارسه، لكان يعني مجتمع يجيز مثلا نقاب، صحيح، امراه كتلبس واحد اللباس، شنو الاشكال اللي غيكون عندهم؟ لا يضر واحد المراه اخرى، الحجاب من باب اولى. نعم. سقتي في الحلقه الماضيه المثال ديال المراه محجبه تمنع من مرافقه الاطفال بلباسها، فاش خطر هي الاطفال ولا الاباء ولا المدرسه؟ يعني شيء غير مفهوم. المنابر ديال الاذان، المآذن لي ميناغي، لماذا تمنع في بعض الدول مثل سويسرا؟ فاش كاين واحد البنايه اللي ما نقولوش حتى كاين فيها الاذان كيتقال غير البنايه، فاش غضرك انت؟ صحيح. كضرني في المجال البصري، حتى المتبرجه كضرني انا في المجال البصري. ايوا. يعني المجال البصري ولا فيه اشكال. نعم صحيح. فهمتي؟ القضيه ديال التعدد، إذا كنا في مجتمع ليبرالي، مجتمع فيه الحريات الفرديه، قضيه التعدد ما خصها ابدا تكون مشكل. نعم. ابدا، ما يمكنش تجي تقول لي الحريات الفرديه ومن بعد تقول لي حقوق المراه اللي غنفرض على مراتك. ما يمكنش. اذا هذا تناقض. هذا تناقض. نعم. هذا تناقض. عندنا تناقضات اخرى مثلا قضيه الكلام في محرقه اليهود. نعم. تمشي لفرنسا او دول التي تجرم الكلام في هذا، توضع علامه استفهام على المحرقه. مشكلة. فقط تشكيك في الارقام. نعم. تقدر تسالي في السجن وبغرامات ماليه باهظه. اين الحريه في هذا؟ نعم. هذا فقط كلام، هذا فقط فكر. اين حريه الفكر؟ هذا ضميري انا، ضميري يملي علي ان هذا المحرق ما كانش كما كتقول. ما هو الاشكال؟ نعطيو مثال اخر ديال التناقضات ديال هذه الحريه في المجتمع في الواقع. انسان سب انسان اخر من الناحيه الماديه، ما دار الاول فاش دار سبيته، يسب اللي بغى يسب يسب. ف شنو الاشكال اذا كنا في مجتمع، ولكن تما في المجتمعات ديالهم اذا سبيت انسان كتسالي في المحاكم والغرامات الماليه الكبيره. تؤذيه في سمعته، كيسميوها لا ديفاماسيون. انا حر ان نتكلم في اللي بغيت ماذا ما دريتوش، لكن هنا كيقول لك حبس المحاكم. طيب. قضيه اخرى
فيها شوية شائكة، قضية تناول المخدرات. نعم. إنسان في البيت ديالو، مجتمع غربي ليبرالي، بغا يتناول المخدرات، الحرية ديالو غيضر بنفسه شغلو هذاك، علاش أنت غتجي غتمنعو؟ أين الحرية فيها؟ صحيح. عندنا مثلا شيء آخر فظيع، وقد سئل أحد الملاحدة عن هذا الشيء، وهذا أكثر تناسقا من هذا اللي سامعين، هذا المجتمع اللي يسمى مصطلح المثقفين كنسميهم اللي سامعين، بزاف منهم غير سامعين المفاهيم. هذا ملحد مادي متناسق في فكره، قالوا له شنو الإشكال بالنسبة لي لك في علاقات زين المحارم؟ ما كاينش إشكال. هذا واحد، هذا قمة الفظاعة وقمة مخالفة الفطرة، لكنه صحيح. متناسق في فكره. فقال لهم ما كاينش إشكال، ما كنشوفش إشكال، من الناحية المادية، من الناحية هو الإلهية. متناسق مع ما يعتقده هو. طبعا 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 متناسق، هما اللي ماشي متناسقين، هذا صحيح. اللي كيقول لك حقوق المرأة والعلمانية والحرية في سياق مادي نعم إلحادي، صحيح. هذا يجمع المتناقضات يعني بواحد الشكل غريب وعجيب. يعني صحيح. إنسان مثلا في فرنسا يريد أن ينهي حياته، إنسان وصل لواحد المستوى ديال المرض، مل الحياة ديالو، بغى ينتحر، كتجي الحكومة الفرنسية كتقول له لا، ما يمكنش دير تنتحر بالناحية الطبية، كيقولوا له إما سير لقراصك من الجبل ولا راه ما كاين ما يدار. فهذا بغى يوضع حد للحياة ديالو، بغى ينتحر، ما كيعطيهوش الحق. أين الحرية في هذا؟ حياتي ما غندر حتى شي واحد، بالعكس نهنيكم من واحد الكلفة ديال واحد المريض. اجي نشوفوا احنا من الناحية الاقتصادية البشعة، نعم. واحد المريض كيكلفنا فلوس ان ان ان, أن بغى ينهي الحياة ديالو، يعني شيء من الناحية الإنسانية فظيع، صح. ولكن من ناحية ديال الحرية شيء عادي جدا، عادي. عادي جدا. نعم. ما عنده حرية، بغى يوضع حد ما كاينش شي واحد غيقول له علاش. فعلا فعلا، يعني تناقضات كثيرة، لا من ناحية الأصول، لا نعم. من ناحية الفكر الفلسفي، لا من نعم. ناحية ديال الحرية في المجتمع الغربي، لا من ناحية ديال الحرية مع اللوازم ديالها، يعني تناقضات صارخة. هذه الدعوة ديال الحرية الفردية دعوة مليئة بالتناقضات. ما دامت يعني مليئة بالتناقضات كما رأينا، يعني تناقضات صارخة، لا شك أن الأمر إذا كان مبنيا على التناقض، مآله ونتيجته على الأسرة ستكون وخيمة دكتور. فعلا فعلا، يعني كاين نتائج على الأسرة وعلى المجتمع اللي هي صعبة. هاد النتائج، غير بعض الأمثلة باش توضح الصورة، نعم. باش توضح الصورة. أولا، إذا قلنا يعني كاين واحد المجتمع اللي فيه العلاقات الزنائية مفتوحة، علاقات خارج إطار الزواج، ما فائدة الزواج؟ عنده فائده، ولذلك في الغرب معدل الزواج غادي وتتراجع. شنو الفائده؟ كاع ذاك المبتغى اللي كنا كنقلبوا عليه في الزواج كاين خارج اطار الزواج. اذا شنو الزواج؟ ورقه وثيقه غتربطني، بل ربما في الغرب كاين واحد التناقضات واحده اخرى، ان الطلاق مكلف جدا، صح. قد يكلف الانسان نصف ثروته، اذا لاش الزواج كاع؟ لذلك هما ما تيدخلوش اصلا في المنظومه ديال الزواج حتى من طبعا بعد ما كدوز واحد 30 سنه ديال العلاقات ربما ما يبقوش الزناية، يدخلوا ليها، ولا ما ربما ما يدخلوش يبقوش ليها. يدخلوا ليها كاع. وهذا في صالح الرجل، لماذا؟ لأن الرجل يستفيد أكثر، التبعات ديال العلاقة على المرأة أعلى من على صح الرجل، الرجل صح يمكن له تكون عنده، يعني مع الأسف، يعني يقدر يدير علاقة خارج إطار الزواج ويخرج سليم، ما عنده حتى شي صح حاجة صح على الأقل في الدنيا. صح أما المرأة قد يكون هناك حمل، يعني قد بزاف نعم ديال التبعات. صحيح. والمرأة بالفطرة ديالها كتبغي الأطفال، فهي اللي كتبغي تكون غتاخذ هذوك أسرة. الناس. نعم. علاش كان الزواج لحماية هذه المرأة والحقوق ديال الأطفال والإطار ديال الأطفال إلى آخره. فملي كنعطيو هذا المفتاح ديال الزنا، أولا كيكثر الطلاق، علاش؟ لأن كيولوا العشيقات والخليلات تهدم الأسرة كمنظومة، كمؤسسة متجانسة،
كيولي واحد يتطلق ويعاود يتزوج ويطلق ويعاود يتزوج ويكون عنده خليله الاولى وخليله الثانيه والخليله تكون عنده خليله. غادي نوصلوا لداك الشيء اللي قرينا انا وياك قبيله ديال المهم بلا ما نسمي الجريده لان ونزه هذا يعني هذا المكان هذا من ان اذكر يسمعون 15000 حاله طلاق. العنوان بدات المراه تتحرر من سلطه الرجل، يعني نجاح. تخيل معايا صار يعني هذا الاحصاء اللي هو نقدر نسميوه كارثه رقم مهول، رقم مخيف. الطرف الاخر كيسميه انجاز وان المراه وصلات فهمتيني وقدرات انها تفك من يعني من سلطه الرجل. هذا في حقيقه يعني هذه من نتائج ديال هذا الفكر ديال الحريه الفرديه، هو زياده هذه القضيه ديال الطلاق. يعني طبعا لان كيزيد نشوز المراه كتعطالها الوهم بكثير من الاوهام كتسوق لها، لكن في حقيقه الامر عندنا الولادات خارج اطار الزواج مثلا. اطفال يعني امهات عازبات، اطفال الشوارع. فرنسا اكثر من 50% من الاطفال خارج اطار الزواج. تصور اكثر من 50% من الاطفال خارج اطار الزواج. الاجهاض عن اي اخلاق يتحدث؟ طبعا الاجهاض 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 قضيه الاجهاض الاجهاض في تزايد. لماذا؟ نتيجه هذه العلاقات اللي هي خارج اطار الزواج. لان المراه ملي كتحمل خارج اطار الزواج كاين واحد العار، كاين واحد الاشكاليه. داكشي علاش كيدافعوا على قضيه الاجهاض؟ طبعا قضيه الاجهاض يعني وقضيه قضيه الاعراض وقضيه الحياء، وهذا قضايا يجب ان تهدم. لماذا؟ لان هي التي تورث هذا العار وكذا وكذا. بما ان هذه الاشياء تورث هذا فنهدم يعني كل شيء. فاش كيوقع؟ كيوقع ان الطفل إذا مشيتي الآن الولايات المتحدة تلاقيتي شي شاب طفل، يعني الحظوظ أنه يكون خارج إطار الزواج أعلى من الحظوظ أنه يكون في إطار الزواج. سميت الفرنسا يعني بالضبط. فكيطلعوا أطفال ناقصين ذاك التأطير. نعم. اللي ما كيكونش الأب والأم كيكون التأطير ديال الطفل أقل. طبعا كاين حالات استثنائية اللي الطلاق فيها أفضل، لكن على العموم الطفل كيحتاج أب وأم. صحيح، كل واحد كيأدي الدور ديالو. كل واحد كيأدي الدور ديالو في واحد التوازن. والمرأة يعني كتعاني أكثر، والأسر اللي فيها فقط المرأة كتكفل بالإبن، فالمرأة إذا كتكفل بالإبن خاصها تخرج تعمل مشقة. يعني غتخلي داك الولد؟ طبعا الإبن. الابن عاوتاني فين يتخلى؟ غيتخلى في واحد المؤسسات بعضها صالح بعضها غير صالح. صحيح. فعندنا نتائج اللي هي حقيقه المآل ديال هذه الحريه الفرديه صعب جدا. بارك الله فيك دكتور. يعني ممكن انا ننتقلوا للحديث على لان ملي كنتكلموا على هذه الامور لابد ان نصل الى يعني حكم الاسلام. لأن دائما عندنا بفضل من الله عز وجل عندنا الحلول في هذه المنظومة المتكاملة. يعني كنهضروا على المنظومة الناقصة المتناقضة التي جاءت بالمشاكل وبالكوارث سواء على مستوى الأسرة أو مستوى المجتمع. عندنا الحل يعني في حكم الإسلام. ما هو يعني نظر الإسلام إلى هذه القضية؟ هو هذه المسألة يعني واضحة جدا. يعني الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. نعم. قضية القضايا المتعلقة بالأعراض هذه من كليات الشريعة، حفظ الأعراض. صحيح. حفظ الناس، حفظ التماسك المجتمع، حفظ الاسره. يعني من كليات الشريعه. صحيح. فالاشياء التي تاتي وتهدم الاسره، لان اسره متماسكه راه هي واحد الكيان متماسك الاختراق ديالو صعب. واحد الطفل غيطلع في واحد الاطار متجانس، الاختراق ديال ذاك الفكر ديال ذاك الطفل صعب. ولذلك اخطر المجرمين الا بغينا منين كيجيو؟ ما كيجيوش من الاسر، كيجيو من الشوارع. صحيح. علاش؟ لان ما كاينش الاطار. نعم. نفتقد الاطار. بما اننا نفتقد الاطار فالانسان يعني معرض لجميع التيارات، بعضهم يصلح بعضهم كيمشي للانحراف. صحيح. فبالتالي من 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 المنظور الاسلام جميع الاشياء اللي كتؤدي
لهذه الانحرافات طبعا ممنوعة، ولا تقربوا الزنا، ولا نعم، تزنوا، ولا تقربوا الزنا، يعني الأشياء التي مقدمات الزنا. المقدمات التي نعم، تؤدي بارك الله فيك للزنا. صديقي. وهنا يعني ذكر بعض الفقهاء أن مقدمات الزنا إذا إنشاء الحاكم فيها ممكن يكون فيها تعزير، نعم ممكن يكون فيها تعزير، يعني الحاكم صحيح. إن رأى ذلك أو العائلة نعم، تفشى ذلك الأمر لا يرجع له طبعا حسب اجتهاده يعني. طبعا. وهنا كنذكر ربما حديث السفينة، نعم صحيح، هذا هو خير مثال فعلا فعلا حديث السفينة، يعني أن إحنا في المجتمع مثل وكأننا في سفينة، فعلا فعلا ينبغي للكل أن يحافظ على يعني مسير هذه السفينة إلى بر الأمان. إلى ما صنع الفكر الليبرالي، الفاحشة غتنتشر وأصحاب الحق يسكتوا. صح، هذه النتيجة صراحة الوخيمة. الإسلام إنما جاء لكرامة الإنسان، لرفع مقامه، لجعله يعيش حياة آمنة، أسرة تعمل على يعني تحقيق الهدف الأسمى الذي من أجله خلق الإنسان أصلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا. أتبقى لنا قضية النتائج الواقعية يعني المجتمع في المجتمع، نرجعها إن شاء الله إلى حلقة مقبلة. إن شاء الله. جزاك الله خيرا إياك ونفع الله بك. إياك إياك السلام عليكم الله. ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله وبركاته. دكتور، الله يحفظك. تتمة إلى ما يعني سبق في الحديث عن الحريات الفردية والعلاقة ديالها مع الليبرالية، تكلمنا على يعني أصول هذا النظام، تحدثنا عن قضية أن الأمور في النهاية تنتهي إلى شهوة عارمة، إلى مادية، علاقة هذا الأمر هذا بفساد المجتمع، فساد الأسرة، فساد الفرد، إلى غير ذلك من الأمور. يعني انتهاء إلى النتائج الواقعية على المجتمع، لا شك أنه هناك نتائج واقعية وخيمة يعني انطلاقا مما ذكر، هذه النتيجة اللي غتكون، لكن نحتاج شيئا من التفصيل فيها. هو ملي كتدخل في القضيه ديال النتائج النظريه، وان يعني الفكر المنطقي والفطره السليمه كتبين ان ما قال الشهوه التعاسه، الانسان قد يستغرب هذه القضيه. سبحان الله، صحيح. ما يعني الشهوه راه هي السعاده، هي السعاده يعني. فكيفاش انت كتقول لي يعني الشهوه غتؤدي بيا للتعاسه؟ ودابا الشباب هذا الشيء هذا الا قلتيه لهم كيستغربوه. يعني انت مع شاب مثلا 25 سنة وكيشوف داك النموذج ديال بنادم كيصوب الفيراري، عنده الفلوس و النساء، كيشوف هذيك هي، فهمتي؟ كيفاش غتشد لي انت داك يعني داك المنطق، وتحاول انك بالأدلة طبعا الملموسة يعني المحسوسة توصل لنتيجة ان هذاك الشيء اللي كتشوفه انت راه نموذج، راه في حقيقة الامر ها هي النهاية ديالك. كاين بعض هذا كيذكرني بعض البرامج اللي داروا، اللي حاولوا يستقصوا ويديروا واحد النوع ديال الاستقصاء ديال حالات هذوك المؤثرين اللي كيبانوا دائما مبتسمين في المواقع التواصليه، مقارنه مع فرحانين الحياه ديالهم، يمشي يتقضاو، مقارنه مع الحياه الحقيقيه ديالهم. نعم، فرق كبير كبير ما بين داك الشيء اللي كيوصل والحقيقه. والشهوات هي خير دليل على هذا المساله. راه مثلا الفكر البشري السليم راه ماشي غير اليونان، راه الفلاسفه في العالم، راه الفلاسفه ديال الصين، الفلاسفه ديال الهند، الفلاسفه ديال العرب، الفلاسفه ديال اليونان، راه المفكرين وصلوا للنتيجه ان السعاده ماشي طريقها مراكمه الشهوات وتتبع الشهوات. يعني ماشي غير قضيه الدين، الوحي طبعا. الدين كيجيب الفطره، ولكن ذاك الفطره تقدر تلقى عند اقوام اخرى، فهمتي؟ فملي كنلقاو المفكرين الكبار وصلوا لنتيجه ان السعاده هي البتعد عن الشهوات،
السعادة، أو على الأقل السيطرة على الشهوات وتقييدها وتطويقها وتهميشها. كتولي أنت الفاعل، ما اللي يتبع الشهوة راه مفعول به، صحيح، الشهوة هي اللي شادة زمام هي الأمور اللي شدها، نعم، وهو مفعول تقوده به أينما شاءت. فعلا. وكاين أمثلة واقعية، بحال دابا الاتحاد السوفيتي في البداية ديالو، النشأة الشيوعية الإلحادية ديالو، حاول هذه القضية ديال الحرية الفردية والعلاقات الغذائية في الزنا، دوز بضع سنين وتراجع، بدات الفوضى في المجتمع، بدات الفوضى، الأطفال ما كاينش التأطير، كاين روينة، كاين يعني إشكال كبير. وكنلقاو أن من الأهداف ديال هذا الشيء تيسير الوصول للمرأة، كتولي المرأة سهلة الوصول إليها، كيولي واحد النوع من الإباحية ملي كتولي المرأة في دكتور المجتمع. ساهل يوصلوا ليها، كيحققوا ديك الغاية الاقتصادية اللي فعلا لأن هذا الشيء كله مراه واحد السوق، سوق كبيرة ديال الاستهلاك وديال التجميل وديال إلى آخره. وكنوليو نقربوا للعالم الحيواني. صحيح. لماذا يميز الإنسان؟ الفرق ما بين الإنسان والحيوان، يعني العقل، ضبط الشهوة، ضبط الغرائز، يرتقي، هذا هو يرتقي في السلم، ما كينزلش لدرجة الدرك ديال الحيوان يعني. هذا هو. فمثلا واحد الفكرة أنا كنستحضرها، فكرة جميلة جدا ديال عبد الوهاب المسيري، ولما حلل قضية الشذوذ الجنسي قال لك الشذوذ انتشار الشذوذ في الغرب شيء منطقي جدا. لماذا؟ لأن الشهوة عموما لها تبعات، نعم، لكن الشهوة مع المرأة قد تكون لها تبعات، نعم، التي لا تكون في الشذوذ. صحيح. فالشذوذ الجنسي متناسق مع عالم شهواني لا يطيق تبعات تلك الشهوانية. صحيح. فهنا كنلقاو يعني الشذوذ شيء طبيعي، ملي كنمروا المرحلة ديال الحرية الفردية كنبغوا نمروا المراحل يعني أعلى. حتى قضية أنه ما يمكنش يحبسوه دكتور. طبعا. دابا الشهوة تتفتح واحد الباب. فعلا. من بعد راه ضروري تفتح باب آخر. فعلا. لأن ولينا كنشوفوا شي أمور غريبة جدا الشهوات. هذا عنده تعليل كيميائي بسيط شنو؟ الشهوة ملي كتلبيها كتأكتيفي لا دوبامين. يعني الهرمون اللي كيعطيك واحد الإحساس بالنشوة وبالسعادة. نعم. هذاك الهرمون ملي كدير واحد الشهوه معينه الى عاودتيها، الكميه اللي غتعطى لك واحد نسبيا ناقصه شي شويه، وفي كل تكرار كتنقص داك الكميه لان يعني البدن كيتولف داك الشهوه داك. خصو شي حاجه جديده، خصو الجديد. الله يرضي عليك. والجديد ان لم يؤطره الشرع لا اطار له. نعم. وبالتالي شذوذ يعني كاين دابا واحد الظاهره في الغرب ديال الجنس دون تبعات، يعني فقط الجنس من اجل الجنس في اماكن، يعني اشياء يعني خطيره جدا، يستحيل الانسان انه يذكرها. نعطيك مثال بسيط، واحد الاحصائيه، 50% من النساء في الغرب، نعم، و70% من الرجال، وهذا كيدل على ان الرجال الميول والخطوره ديالهم مع الوصول للمراه اهم، بمعنى النساء كيبقى عندهم واحد الشيء من الفطره اللي يعني بحال كي واحد الحياه، واحد الفطره ديال المراه فيها، ماشي بحال الرجل. نعم. ف 50% من النساء و70% من الرجال عندهم ذاك الرغبه ديال ممارسه الجنس مع مجهول في الغرب. علاش؟ لان ممارسه الجنس مع الزوج او الزوجه او أما في إطار الزينة أو في إطار أشياء أخرى أوسع، يعني أمر اعتيادي ولا شيء يعني مفروغ منه، فخصنا الجديد باش هذيك الدوبامين تزيد تعطينا ذاك نشوة السعادة، بحال الإنسان الذي يتناول المخدرات، الشهوة بحال المخدرات. واحد النوع ديال لادروب من بعد راه كتخص شي حاجة أخرى. دابا هذاك اللي كيبدا لادروب كيبدا بواحد النوع بسيط، كيبدل النوع، كيزيد في لادوز أولا، كيزيد في لادوز، من بعد كيبدل النوع، شي مرة كيوقع في الأوفر دوز كيبقى الإنسان صافي كيتصو طالو الدماغ كيبدا. صحيح. فقضية الشهوة وإن لم تكن يعني مثل المخدرات يعني يقدر يكون عندها، لكن خصها حتى هي ذاك لادوز تزاد. إلا ما كانش واحد الإطار وكانت الحرية الفردية، هذا هو المآل. حتما حتما هذا هو المآل. يعني كنصيروا لواحد المجتمع اللي هو شهواني اباحي، اللي اي شهوه الانسان فكر فيها خصو يقدر يلقى لها الطريق، وهذا
وما تحبسوش الى حبستيها عليه تما عاوتاني كيقول لك ما تحبسوش لان غتغلق واحد السوق لشركه شركه معينه منتوج معين ما خصكش تحبسو خصو هو يخرج يستهلك يشري الخمر ولا لا دروغ يسهر يخلص على ذاك السهر من بعد يعني اقتصاديا اقتصاد كاين اقتصاد كبير كيروج نعم فكانت هناك دراسات يعني على السعاده والعلاقه ما بين السعاده والتوازن العقل فأعطتك خلاصة أننا كلما كان الإنسان محاط بواحد البيئة منسجمة ومستقرة كلما كانت السعادة ديالو أعلى كلما كان في مجتمع منفك منحل سائل ينتقل من حال إلى حال كلما زاد الاكتئاب وهذا هو الذي يفسر أن في الولايات المتحدة ما بين سنة 2000 و2021 مبيعات مضادات الاكتئاب تضاعفت 7 أضعاف راه مجتمع مكتئب وان كان ظاهره الترف والنجاح المادي وللاسف حنا كنشوفوا غير داك حنا كنشوفوا لان هو طبعا لان هذاك الشيء كيعيشوا مع ذاته الاكتئاب كيعيشوا مع ذاته هما اللي كيسوقوا لنا دكتور في الاعلام طبعا لان مور داك الشيء قضيه راس ماليه هذه قضيه خصنا نخصصوا لها واحد المحور بوحده لكن عموما مور داك الشيء يعني فوائد وارباح وشركات ورؤوس اموال اللي من الصالح ديالهم ان جميع الاسواق وجميع الافكار وجميع الافاق تبقى مفتوحه للشهوانيه حتى اي سوق ظهرت نستثمر فيها وهذا الشيء اللي ما يمكنش الاسلامي يعني يفتح طبعا ولذلك تبقى الحرب طبعا اذا اليوم ما بقى اليوم تقريبا السيوله والليبراليه التهمت جميع الديانات سواء يعني اليهوديه والنصرانيه والبوذيه والكونفوشيوسيه والسيخيه وال اصلا الديانات الشركيه اللي كاينه في افريقيا التهمتها الليبراليه الاسلام بما انه يعني فيه ذاك الحصن الحصين للفطره الانسانيه والبشريه فيه مشكل لذلك اليوم ما غتلقاش واحد اليهودي يهاجم الديانه السيخيه او واحد النصراني يدمر في الديانه الكونفوشيوسيه او مثلا ملحد يتجاذب لاطراف النقاش مع بوذي لا كتلقاهم كلهم السهام موجهه للاسلام حتى ان بعضهم بعض الملحدين اللي كينظروا في هذه المسائل هذو كيسميه الرجل العاصي يعني ما قدروش يطوعوه فعلا لرغباته فعلا. هو الدين اللي بقى حافظ داكشي اللي يديروا له حصان طرواده يعني بغاو من داخل المجتمع الاسلامي يخرجوا افكار ليبراليه اما هي حقيقه الاشكاليه ديال الاسلام مع الافكار الاخرى الا جيتي تلقى الخلاصه ديالها ماشي هي اشكاليه مع ربما النصرانيه او اليهوديه فعلا كاين طبعا خلافات عقديه عميقه او البوذيه او كذا وكذا لا هذيك سهله هذيك قضيتها سهله المشكل هو الليبرالية لماذا؟ لأنه لا يعترف به كدين صحيح فالإشكالية الكبرى الآن اللي كاينة هو الإسلام مقارنة مع الليبرالية والليبرالية هي الأصل الفكري لما ينادى به من حرية فردية نعم وربما حتى يعني الأنظمة الأخرى كل هذا إلى جينا نتأمل فيها تلقاها منضوية تحت لواء الليبرالية فعلا يعني كاين واحد ربما كل واحد فيهم عنده امور يختص بها ولكن كلهم مع بعضهم يجتمعون في 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 تحت هذا اللواء لان الحاكم الاكبر هو القوى الراسماليه نعم صحيح القوى الراسماليه المنظومه التي تلائمها هي المنظومه الليبراليه التي تؤصل في الجامعات من كليه الاقتصاد وكليه الفلسفه الى غير ذلك صحيح بارك الله فيك دكتور فيك بارك حقيقه الحديث معك شيق لا يمل لكن باقي ان شاء الله ان شاء الله تاتي بعد هذه الحلقه حلقات اخرى ان شاء الله سائلين الله عز وجل ان يوفقك وان يسددك وشكر الله للجميع طاقم التصوير والشباب على قناه الانس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.